اعتبر ان النتائج اللي حصل عليها المنتخب الوطني في الالعاب البارالمبيه باريس هي نتائج جد ايجابيه وتعتبر تاريخيه، حيث عدد الميداليات المحصل عليها هي 15 ميداليه وتحطيم رقمين قياسيين عالميين وتحطيم رقم قياسي للبارالمبي. كما انه نفتخر ونعتز بالبرقيه والتهنئه ديال سيدنا السيد الملك صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، واللي غادي تعتبر هاد البرقيه هي مصدر ديال الاعتزاز والافتخار، واللي غادي تكون غادي تحفز الرياضيين باش يديروا ما في وسعهم باش ان شاء الله يمثلوا المغرب ويرفعوا رايه ديال الوطن في المحافل الدوليه الكبرى. انتم كتشوفوا يعني كل شيء فرحان، كل شيء نشط بالمناسبه ديال وصول الرياضيين المتوجين المغاربه اللي رفعوا الرايه ديال البلاد في المحفل العالمي للالعاب البارالمبيه باريس 2024. ويعني وكانت مناسبه اللي حصدنا فيها اكبر عدد ديال الميداليات ورخص ميداليه في التاريخ ديال الالعاب البارالمبيه. وان شاء الله هذه المجهودات كلها جات يعني بالتشجيع وبالدعم ديال جلاله الملك اللي راس الرياضيين كل واحد باسمه وبالبرقيه ديالو، وهذا يعني هو يعني التشجيع الكبير اللي غادي يكون يعني نبراس للرياضيين والجامعه والمسؤولين كلهم باش الرياضه البارالمبيه الوطنيه تاخذ المركز المكانه ديالها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.